اوكي. المسألة ديت مسألة رقم 33، بيقول لي عندي واحد واقف في الشباك at A، نقطة اسمها ايه، which is to throw هيرمي 30 كيلو جرام ساك، يعني كيس وزنه 30 كيلو جرام هيرميه on the ground. To do this he allows it to swing، هيعمل swinging from rest at B، من النقطة B at rest لحد ال point C. بعدين كوما، when he releases the cord at theta equal 30. طبعا الكلام دوت عند النقطة C، يعني هو هيعمل swing، هيمرجح الحبل، swing للحبل from rest at B لل point C، هيمرجح الحبل ده أو الكيس from point C B لل point C. عندها when he releases the cord، releases the cord يعني يسيب الحبل at angle theta ب 30، لما تكون الانجل دي ب 30 عند البوينت سي. هو طالب ايه؟ determine the speed at which it strikes the ground، عايز السرعه اللي يخبط بيها الجراوند at D، and the distance r بكام؟ الديستانس، المسافه اللي هيمشيها بكام؟ المساله دي كده لما اجي افكر فيها، تعال نشوف هو عايز ايه واحده واحده، نمشي مع المطالب عشان خاطر ما نتوهش. هو عايز اول حاجه، عايز السبيد عند الدي بكام. ماشي، نمسكها واحده واحده. انا عايز السبيد ات البوينت دي بكام. ماشي، عشان نجيب السبيد، السبيد عند البوينت دي انا زي ما قلت قبل كده تفكيري هيروح لشابتر 14، يعني اسرع شابتر يجيب لك السبيد شابتر 14، عشان فيه ان الورك بيساوي تي 2 ماينس تي 1، فانا هقول ان الورك بيساوي تي 2 ماينس تي 1. جميل. واحدة واحدة كده احنا هنشتغل منين لفين؟ احنا هنشتغل من نقطتين. النقطة التانية هي النقطة دي، فهشيل تي 2 ديت، هقول work equal تي عند الدي ماينس، عايز اختار نقطة اشتغل عليها initial. فهلاقي المسألة كلها فيها ثلاث نقط، المسألة كلها فيها نقطة بي وفي نقطة سي وفي نقطة دي، المسألة كلها فيها ثلاث نقط. النقطة دي احنا اللي احنا عايزينها، بس عشان خاطر نشتغل على النقطة دي احنا عايزين كمان نقطة initial. نقطة initial هيتبقى لي لما اختار السي لما اختار البي. طبعا انا برجع لنقطة انا عارف عندها السرعة كام عشان ما يكونش بالنسبة لي فيه مجهول زيادة. فالنقطة اللي عندها سرعة معلومة بالنسبة لي هي النقطة بي. النقطة بي قال لي عندها الساك الكيس ده كان at rest، فانا هشتغل من النقطة بي للنقطة دي. فانا هكتب لك كده فوق، احنا هنشتغل من البي تو دي. ماشي، يبقى الورك دون فروم بي تو دي، الورك دون فروم بي تو دي بيساوي تي دي ماينس تي بي. يجي السؤال هنا، ايه هو الورك دون فروم بي تو دي؟ عشان نشوف الورك دون فروم بي تو دي انا لازم ارسم الفري دايجرام بتاع الكيس، الكيس اللي هو هيبدا يتحرك من النقطه بي للنقطه دي. هرسم الفري باي دياجرام واشوف في كام فورس بتاثر على الكيس دوت، وامسك كل فورس واشوف مين اللي بيعمل ورك ومين ما يعملش ورك. فانا لو جيت كده من النقطه بي للنقطه سي، ناخد بالنا ان هو هنا كان ماسك الكيس بحبل، فانا لو حبيت ارسم الكيس مثلا في اي نقطه هنا هلاقي بيأثر عليه قوتين. في اول حاجه قوه وزن لتحت، في ام جي لتحت، دي اول قوه، وفي قوه تنشن تي رايحه للنقطه A. ده كده الفورسز اللي بتاثر على الكيس في اي نقطه بتوين البي والسي. في كام فورس عندي؟ في قوتين، في دايما ام جي لتحت وفي تنشن تي لفوق، دولت القوتين اللي بيأثروا عليا. الام جي بكام؟ هو قال لي ان هو وزنه 30، هيبقى 30 في 9.8، ده الام جي بتاعك، وهيكون في قوه اسمها قوه تنشن تي موجوده في الحبل. جميل. ده كده القوتين اللي بيأثروا عندي على الكيس في اي نقطه بتوين البي والسي. طب بعد النقطه سي ايه اللي حصل؟ هو بعد النقطه سي قال لي ان هو عمل حاجه اسمها ريليز الكورد. ريليز الكورد يعني ساب الحبل. فانا لو حبيت ارسم الفري باي دياجرام دوت للكيس في اي نقطه هنا بتوين السي والدي، طبعا مفيش حبل خلاص، هلاقي اللي بيأثر عندي بس هو الويت لتحت. جميل. يبقى الويت هو الوحيد اللي مكمل معايا في المساله كلها، لكن التنشن تي موجود فروم بي تو سي. يبقى انا كده رسمت الفري باي دياجرام، هبدا بعد كده اشوف مين الفورسز اللي بتعمل ورك. ماشي،
عشان تجيب الفورس او تجيب الورك فروم بي تو دي، عشان تجيب الورك فروم بي تو دي الاقي ان اول حاجه الويت معايا، الويت معايا دايما فروم بي تو دي. فاحنا قلنا الورك بتاع الويت هو عباره عن الام جي، يعني 30 في 9.8 مضروب في المسافه الدلتا واي، فرق الارتفاع بين البي والدي، مضروب في المسافه ديت اللي هي كام 16 متر. وقلت لك ساعتها لو هو طالع لفوق يبقى الورك بالنيجاتيف، لو نازل لتحت يبقى الورك بالبوزيتيف، ده الكيس هو تنزل لتحت يبقى الورك بالبوزيتيف. كده حسبت الورك بتاع الويت. طب نيجي نسال نفسنا سؤال، التنشن تي دوت هيعمل ورك ولا لا؟ التنشن تي ده يا جماعه لو جيت بصيت عليه ناخد بالنا ان ده كده ده كده مسافه 8 وده مسافه 8، يعني الجزء بي سي دوت، الجزء بي سي ده يا جماعه عباره عن جزء من دايره. جميل. التنشن تي ده برضو، التنشن تي اللي هو في اي حبل، اي جماعه اي حبل بيشد كوره ففي تنشن تي، معروف دايما معروف دايما ان التنشن تي دوت بيبقى اتجاهه عامل ازاي، بيبقى اتجاهه عمودي على الباس بتاعك، اللي هو عمودي على التانجنت للباس، ده دايما الاتجاه التنشن تي. فالتنشن تي دايما عمودي على مسار الحركه، هو عمودي على السيرفيس بتاعك او التنجن بتاع السيرفيس. فالتنشن تي ما يعملش ورك خالص، يبقى الوحيد اللي يعمل ورك هو الويت. ماشي. ايكوال تي دي، تي دي عباره عن 0.5 الماس بتاعك ب 30 في في دي، في دي سكوير، والتي بي قلنا ستارت فروم ريست، من هنا اقدر اطلع الفي دي بكام، تطلع معاك الفي دي على طول بكام. صعب الكلام اللي انا قلته؟ في حد عنده اي مشكله؟ يبقى ده اسرع طريقه جبت بيها السرعه عند البوينت دي. زي ما قلت قبل كده لو عايز السرعه يا جماعه فاسرع حاجه هي معادله شابتر 14، تجيب لي السرعه على طول. جميل. جه بعد كده كمل كمان ان هو عايز كمان الديستانس ار. تعال نشوف كده نجيب ازاي الديستانس ار بتاعتنا. جميل. الديستانس ار ديت هي المسافه من اول النقطه ديت لحد النقطه دي، انا عايز اجيب الديستانس دي كلها بكام. ماشي. الديستانس ار دي عشان تجيبها احنا هنلاقي فيه حاجات معروفه، يعني مثلا لو جيت كده ركزت شويه على الرسمه هلاقي هنا كده في مسافه 8 متر معروفين بالنسبه لك، ادي هو ال 8 متر فوق، 8 متر فوق من A to B، نفسها 8 متر تحت من النقطة دي للنقطة دي. ماشي. يبقى أول مسافة معايا باشمهندس، هو الصوت بيقطع. بص يا جماعه انا بس بقسم لكم المسافه ثلاث اجزاء، ناخد بس ده. ما هو بس دي واحده كده الصوت يجي لتحت، دي واحده بس، هو المود كده بقى كويس، هو خلاص رجع اهو. رايت انجل ترانجل اهوت اسمه A مثلا اي سي، رايت انجل ترانجل اسمه A E C اهوت، ده كده سايد ايه؟ ده كده السايد اللي قدام الثمانيه، فهيكون السايد ده كام يا جماعه؟ حد يعرف؟ الانجل دي، الانجل دي 30 اهي، الانجل دي 30، يبقى السايد ده بكام من رايت انجل ترانجل؟ 8 كوزاين 30.
سايد اللي قدام الانجل 30 هيبقى 8 ساين كام؟ 8 ساين 30. طب اكبركم رسمه شويه كده، بصوا اهو كده رسمه كبرت هي شويه. ماشي يا جماعه، انا عايز السايد ده، ده كده رايت انجل ترينجل اهو، ده كده رايت انجل ترينجل اهو. رايت انجل ترينجل ليه ريديوس او هايبوتنس ب 8 والانجل دي ب 30، يبقى السايد ده بكام؟ 8 ساين 30. يبقى الحته دي كده 8 ساين 30. جميل. فيها مشكله عند حد يا جماعه؟ في حد عنده مشكله في الحته الصغيره ديت 8 ساين 30؟ لا تمام. الاخر اخر حته انا مش عارفها هسميها ولتكن الدي. طب ايه هي الدي على الرسمه؟ هي المسافه بين السي والدي كابيتال، هسميها دي، دي سمو. دي المسافه اللي انا الوحيد من على الرسمه مش عارفها. يبقى دلوقتي انا اقدر اقول المسافه ار، المسافه الار اللي هو عايزها دي هتساوي 8 بلس 8 ساين 30 بلس الدي. انا مشكلتك فين دلوقتي؟ مشكلتي والله في الدي ديت. لو انت جبت لي الدي بكام، لو انت جبت لي الدي دي بكام، يبقى بالنسبه لي الرينج ار ده كله معروف. لو جيت ركزت شويه كمان في المسافه دي، دي اللي هو عايزها، هلاقي يا جماعه ان المسافه دي هي من النقطه سي للنقطه دي. طب من النقطه سي للنقطه دي الحركه دي فروم سي تو دي، حركه خدناها قبل كده، دي حركه ايه؟ دي حركه بروجكتايل. بالظبط، حركه بروجكتايل. واللي اكد لنا كمان ان هي بروجكتايل ان الكيس دوت بيمشي او بيطير هنا تحت تاثير وزنه بس. فالحته فروم سي تو دي ديت هي يعني حركه بروجكتايل. فانا هاجي اكتب كده الحته فروم سي تو دي ديت، دي حركه بروجكتايل. عشان تجيب المسافه ديت خلاص المساله بتاعتنا كده اتحولت لمساله بروجكتايل. المساله بتاعتنا من السي للدي دي هي اتحولت لمساله بروجكتايل. عشان اجيب الدي ديت من مساله بروجكتايل، فاحنا اتعودنا بقى من زمان خلاص ان انت عشان تجيب مجهول او المسافه دي في بروجكتايل، انا لازم اسال نفسي بكام الفي نود. ايه هي الفي نود؟ هي السرعه عند بدايه البروجكتايل. طب فين هنا بدايه البروجكتايل؟ هي النقطه سي. يبقى الفي نود دي هي الفي سي. يبقى دلوقتي مطلوب مني اعرف بكام الفي سي ديت. لو عرفت بكام الفي سي ديت، انا اقدر بعد كده ادخل في مساله بروجكتايل معايا الفي نود اللي هي الفي سي، ابدا اختار اي معادله من بتوع البروجكتايل، ولكن اسرع واحده هي الباس ايكويشن، اجيب منها الدي ديت بكام. فانا سؤالي دلوقتي عشان اخش في بروجكتايل، انا محتاج اجيب الفي سي بكام. عشان اجيب الفي سي بكام، نفس الكلام، اسرع طريقه تجيب بيها السرعه هي مين؟ هي شابتر 14. نجيب ازاي في سي؟ هقول لك روح طبق شابتر 14. شايفين هنطبقه بقى للمره الثانيه. هتطبقه منين لفين؟ هطبقه وليكن فروم بي تو سي. هقول الورك دون من البي للسي ده ايكوال تي بي، او سوري تي سي ماينس تي بي. طب الورك دون فروم بي تو سي، قلنا خلاص الوحيد اللي بيعمل ورك هو مين؟ هو الويت. هيبقى 30 في 9.8. وهطلب منكم تعرفوا لي المسافه الفيرتيكال. انا بجيب ورك بتاع ويت، يبقى بيهتم بس بالمسافه الفيرتيكال فروم بي تو سي. دي يا جماعه مسافه بكام؟ مسافه الفيرتيكال فروم بي تو سي دي، حد يعرف يقول لي بكام؟ هي المسافه دي كلها من البي للارض ب 16. المسافه كلها من البي للارض ب 16. انا عايز الحته اللي فوق دي بكام بقى؟ 9.1 كوساين 30. ايه كوساين 30؟ ايوه كوساين 30 كده. انا عايز مسافه من البي للسي، من البي للسي انا عايز المسافه دي، ارسمها لكم برضو عشان خاطر تبقى ايه واضحه قدامكم. بص يا جماعه، انا عايز المسافه دي كده من البي للسي، انا عايز المسافه دي كده، المسافه الفيرتيكال دي، دي كده بكام يا جماعه؟ واحد صاحبكم قال لي 8 كوزين 30، صح كده ولا غلط؟ 16 ناقص 8 كوزين 30. 16 ماينس 8 كوزين 30. هو 16 ماينس 8 كوزين 30. انت جبت المسافه اللي تحت. هو صح. انا مش عايز اللي تحت دي، انا عايز اللي فوق دي، عايز فروم بوينت بي للبوينت سي دي كده كام؟ هي فعلا 8 كوزين 30، صح؟ مظبوط.
ما احنا يا جماعه قلنا احنا هنبص على الانجل ترينجل ده في هايبوتنس ب 8 ودي انجل 30. لو عايز السايد دوت الهوريزونتال 8 ساين 30. طب لو عايز السايد الفيرتيكال يبقى 8 كوزين 30. مظبوط كده، هكتبها لكم برده فوق عشان خاطر انا هحتاجها كمان شويه. 8 كوزين 30 هي المسافه دي، فزميلكم فعلا قال كده المسافه. ماشي ايكوال 0.5 إيه وزنه كام؟ وزنه 30 في سي في سي في سي في سي ماينس طبعا 0 عشان التي بي ب 0. من هنا اقدر اجيب بكام الفي سي اللي هي بتساوي الفي نوت. كده بقت معاك. لما تجيب الفي سي اللي هي بتساوي الفي نوت كده انا اقدر اقول لك احنا ممكن نخش مساله بروجكتايل واحنا مطمنين. ماشي، مساله بروجكتايل واحنا مطمنين، احنا قلنا لازم نحط لها اوريجين بوينت، وقلت لك دايما خد الاوريجين بوينت فين؟ عند النقطه اللي هرمي عندها الكوره او الكيس اللي هي نقطه مين؟ اللي هي نقطه سي. فهاجي عند البوينت سي كده هعمل خط كده اسمه محور اكس، خط تاني كده اسمه محور واي، وهقول لك كده البوينت سي بتاعتك هي الاوريجين بوينت بتاعتك. ماشي، طب لما تكون السي هي الاوريجين بوينت انا اقدر اقول ان السي بتساوي 0 0. ماشي، هتشتغل من فين لفين؟ هشتغل من السي للدي. طب الدي بقى دلوقتي بقت بتساوي كام؟ في الاكس بتساوي الدي سمول اللي انت عايزها، في الاكس بتساوي الدي سمول اللي انت عايزها. طب في الواي، في الواي يا جماعه انا عايز المسافه دي، المسافه دي كده تحت الاوريجن بوينت بكام؟ اول حاجه في ماينس 30 بالظبط، هيبقى ماينس 16 ماينس 8 كوزين 30 طبعا بالماينس عشان خاطر هي تحت الاوريجن بوينت. ماشي، طب الفي نود معايا. طب هسال سؤال، الالفا يا جماعه بكام؟ الالفا دي هي زاويه ميل السرعه الفي نود مع محور اكس بالظبط. انا لو جيت حبيت ارسم لك على عند النقطه سي ارسم لك اتجاه كده للفي نود، ده كده اتجاه للفي نود، فلاقي ان اتجاه الفي نود دوت عمودي على الريديوس ده عشان هو تانجنت للريديوس، السرعه تانجنت لايه؟ للسيركل هنا، فهتلاقيها عموديه على الريديوس. السرعه يا جماعه السرعه دايما ممثل المسار، والنقطه سي ديت بتمثل لي سيركل، فهلاقي ان التانجنت دوت عمودي على الريديوس. طالما دي انجل 30 تبقى دي برضو انجل 30، يبقى الالفا بتاعتك فعلا ب 30. اروح بقى كده اطبق بس ايكويشن y equal x tan الفا ماينس g x سكوير على 2 v نت سكوير كوزين سكوير الفا. كل حاجه معاك، اقدر اجيب بكام الدي سمول، اعوض هنا اجيب بكام الرينج r. إيه المساله طويله، انا طبعا مش هكمل اكتر من كده خلاص، احنا بقى مش هخش مساله بروجكتايل، احنا النهارده ورك اند انرجي. صعب الكلام ده؟ في حد عنده اي استفسار؟ في حد عنده اي استفسار؟ المساله تبان طويله بس هي خطواتها معروفه. طبعا احنا يعني حلينا لحد دلوقتي مسائل كتير جدا بتربط بين البروجكتايل والورك، بقت مسائل بالنسبه لك انت محفوظه، دي المساله الثالثه او الرابعه اللي بتربط بين الاثنين. نبدا بقى نخش في افكار ثانيه كده. تعال نشوف المساله دي هنا كده. ماشي، انا الجزء ده بس كده هرميه. المساله ديت انا عايز الناس تفكر فيها الاول قبل ما تحط قلم، عشان المساله دي تتحل في سطر واحد بس، هي مشكله ان هي تخدعك في كلامها، كلامها كتير قوي واحنا هنتوه مع بعض في وسط الكلام. بيقول لك عندي سبرينج بامبر. سبرينج بامبر ده يعني مصد، يعني سبرينج بامبر ده يعني سبرينج اهوت، والبامبر ده اللي هو البتاع البرتقاني دوت او بالليت يعني، بس هي بامبر دي معناها ان هي مصد. مصد بيعمل ايه؟ بيقول لك از يوز تو اريست، يعني ايه؟ يعني يوقف ذا موشن اوف فور باوند بلوك. انا عندي بلوك اهو بيتحرك ناحيه الشمال، فلما يخبط في البامبر ده هيقف. اريست ذا موشن يعني يوصل الموشن بكام؟ بزيرو. بيقول لك الريست ذا موشن بتاع فور باوند بلوك اللي هو دوت اللي هو السلايدنج توورد ات هيمشي بسرعه في اي ب 9 فيت بير سكند. ده ماشي كده شمال ب 9 فيت بير سكند. اسو ذا سبرينج از كونفيند باي ذا بليت بي،
ده بقى اهم جزء بقى يا جماعه. بصوا بقى the spring is confined. confined يعني ممسوك. the spring هيت is confined يعني ممسوكه by plate b. plate b ده اللي هو البليت احنا قلنا لونه ايه برتقاني ده اهو. ده plate b اهو برتقاني اهو. قال لك ان spring is confined by the plate b من ناحيه اليمين and the wall من ناحيه الشمال في wall اهوت using cables. فين كيبل؟ لو جيت كده عملت زوم كمان هلاقي في كيبل فوق اهوت خط رفيع ده اول كيبل وفي خط تحت ده الكيبل الثاني. يبقى كده السبرينج محاطه بالبليت من اليمين وبالوول من الشمال وممسوكه بتو كيبلز كيبل فوق وكيبل تحت. بيقول لك يوزنج كيبلز سو ذات اتس لينث از 1.5 فيت. طول السبرينج في الوضع ده 1.5 فيت. وقال لك ان السبرينج ليها ستيفنس 50 باوند بير فيت ديتيرمينز ذا ريكوايرد انستريتشد لينث اوف ذا سبرينج. انستريتشد لينث اوف سبرينج انا عايز ال نوت بكام سو ذات ذا بليت از نوت ديسبليسد مور ذان 0.2 فيت. بحيث ان البليت مش هيتحرك اكتر من 0.2 فيت افتر ذا بلوك كولايدز انتو ات يخبط فيها. يعني البلوك ده يا جماعه البلوك ده لما يخبط البليت هيحركه ناحيه الشمال مسافه 0.2 فيت لحد لما البلوك سرعته توصل للزيرو. احنا قلنا في الاخر احنا قلنا يا جماعه وظيفه المنظومه دي كلها اللي اسمها بامبر ان هي توقف البلوك. فالبلوك وهو جاي بسرعه كبيره هيخبط البليت هيحرك البليت مسافه كام 0.2 فيت لما البلوك يخبطه لحد لما سرعه البلوك توصل للزيرو. Neglect the friction, the mass of the plate and the spring, and the inertia loss between the plate and the block, ماشي, during the collision. اللي هو خلال الاصطدام. ماشي. أنا زي ما قلت لكم المسألة تتحل في سطر واحد. بس قبل ما أحل المسألة، أنا هبدأ أسأل شوية أسئلة كده بحيث أعرف أنت المسألة فهمتها ولا لا. المساله باينه جدا ان في بلوك هيتحرك ناحيه الشمال. البلوك ده مين هيوقفه؟ هيوقفه بالايه البليت. وقال كمان ان البلوك ده عشان يوقف يوصل سرعته للزيرو هيحرك البليت دوت مسافه 0.2 فيت. ماشي. وقلنا ان هو هيوصل سرعه البلوك للزيرو. ماشي. هسال سؤال بسيط. هو سؤال صعب بس لازم ابدا بيه بالاول. اول حاجه طبعا يا جماعه احنا مش ننسى هو عايز ايه. هو عايز الريكوايرد ان ستريتشد لينث بتاع السبرينج. ان ستريتشد لينث يعني عايز الطول الطبيعي بتاع السبرينج بكام، يعني ال نوت بكام. اول سؤال بعيد عن المساله خالص، ان انا عايزك تنسى المساله خالص وتركز لي في الجزء اللي على الشمال ده. يعني شايفين الجزء اللي على الشمال ده، انسى لي خالص هو عايز ايه وانسى لي المساله وانسى لي اي حاجه وركز لي في الحته دي بس. انا عايز الحته دي بس، الحته دي بس يا جماعه انا عايزها. انا هسال سؤال واحد فيها. الحته دي كده، الحته دي كده، تتخيل السبرينج مشدوده ولا مضغوطه؟ انا ماليش دعوه ايه اللي بيحصل، ماليش دعوه باللي هيخبط فيها، انا بسال على الجزء ده كده. الجزء ده كده يا جماعه السبرينج مشدوده ولا مضغوطه؟ واحد زميلكم قال لي مضغوطه. في حد؟ طب اسمع باقي الناس يعني جاوبوا عادي. عادي انت تغلط. مضغوطة. مضغوطة. مضغوطة برضه. مضغوطة. طب انت كده وفرت عليك نص المسألة. طب ما حد طيب بيقول لي ان هي مشدودة مثلا؟ يعني حد يقول لي ان هي مشدودة؟ مفيش أي اقتراح يتقال لي ان هي مشدودة؟ ماشي. طب تعالوا كده. طبعا احنا ايه دلوقتي بنا حريفة رسم فري باي دياجرام. أنا لو جيت رسمت البليت ده كده أهو. البليت ده هنا كده في الناحيه دي كده في كام حاجه مرتبط بيها؟ في حاجتين او ثلاثه، في كيبل فوق وفي كيبل تحت وفي سبرينج. طب انا اسالك سؤال، لو انا قطعت في الكيبل ده يظهر لي تنشن تي اتجاهه ازاي؟ يا جماعه لو انا قطعت في الكيبل ده التنشن تي اللي بيأثر على البليت اتجاهه ازاي؟ شمال ولا يمين؟ لو قطعت في الكيبل ده، لو قطعت في الكيبل ده التنشن تي اللي بيأثر على البليت شمال ولا يمين؟ شمال. شمال. حلو حلو جدا. فانا هرسم تنشن تي كده ناحيه الشمال
ده بتاع مين؟ ده بتاع اول كيبل. وهرسل كمان تنشن تي ناحيه الشمال تاني، ده بتاع مين؟ ده بتاع الكيبل التاني. خد بالك المنظومه دي كده واقفه مكانها ما بتتحركش، المنظومه ديت واقفه مكانها كده ما بتتحركش الا لو البلوك دي خبط فيها. انسى البلوك ده على الجنب، انا بتكلم في الحته دي بس، مش دعوه بالبلوك اللي هخبطها كمان شويه. ماشي، لما يكون التنشن ده شمال والتنشن ده شمال والبليته دي واقفه مكانها، والبليته دي واقفه مكانها، يبقى الاف سبرينج قوه السبرينج اللي بتاثر على البليته هتبقى هي كمان اتجاهها شمال. طب تعالى نشوف. طب انا حطيت ناحيه الشمال كده، طب ما كده كلهم ناحيه الشمال، البليت ده يحصل له ايه؟ يتحرك ناحيه الشمال. يعني هما لما يكون كلهم ناحيه الشمال يبقى البليت هيتحرك ازاي؟ ناحيه الشمال. يبقى هيوقف لي كده، مش هيوقف لي كده البليت. طب عشان خاطر البليت يوقف لي كده ما يتحركش، انسى خالص البلوك اللي هيخبطه، انا بتكلم على المنظومه دي، المنظومه دي اللي فيها بليت وتو كيبلز وسبرينج، ازاي المنظومه دي كده تفضل واقفه زي ما هي من غير ما تتحرك؟ طالما في تنشن شمال وتنشن شمال يبقى لازم اف سبرينج يكون يمين. ساعتها اقول لك اه والله في تو فورسز شمال، في تو فورسز شمال وفي فورس يمين، هما الثلاثه يساووا بعض، يحصل فعلا البليت يقف مكانه. فدي الرسمه الصحيحه بتاعت البليت، ان في تو تنشن بيشدوه شمال بس في نفس الوقت في اف سبرينج بتخبطه يمين، فيحصل تعادل بين الاف سبرينج مع التو تنشن، البليت ماله يقف مكانه ات ايكوليبريم. فدي كده الرسمه الصح للفري بايدجرام بتاع البليت. جميل. طب انا وانت لما اتفقنا ساعتها دلوقتي ان السبرينج فعلا اتجاهه يمين، لما يكون السبرينج اتجاهه يمين معنى كده ان هو عايز يضغط السبرينج ولا يفردها؟ لما يكون السبرينج كده اتجاهه يمين مع كان هو عايز يضغط السبرينج ولا يفردها، ده معناه ان هو كده عايز يفردها. طب لما يكون هو عايز يفردها يبقى في الاصل كانت ايه؟ في الاصل كانت مضغوطه، وهو عايز يرجعها لطولها الطبيعي فيفردها. ففعلا فعلا الكلام بتاعكم كلكم كان صح، ان السبرينج فعلا في الوضع دوت السبرينج فعلا مالها، السبرينج فعلا مشدود كومبريست، السبرينج فعلا كومبريست، فيتولد قوه في السبرينج عايزه تفردها ناحيه اليمين. قوه ناحيه اليمين دي هتعادل التو تنشن، يخلي البليت ات ايكوليبريم متزن واقف مكان. فاول حاجه استفدناها، اول حاجه يا جماعه استفدناها، ان السبرينج دي مالها كومبريست، ان السبرينج ديت كومبريست. طيب كومبريست بقد ايه؟ انا ما اعرفش. يبقى السبرينج دي اول حاجه كومبريست. طب كومبريست باي ديستانس قد ايه؟ انا ما اعرفش. طب انا ايه اللي عارفه؟ انا اللي عارفه ان هي طولها دلوقتي بكام؟ اهو 1.5 فيت، 1.5 فيت. ماشي، هسمي دوت بيفور كوليجن، ده كده قبل ما البلوك يخبطها. طب تعالى نكمل، لو قلنا افتر كوليجن، تعالى نشوف افتر كوليجن ايه اللي هيحصل. افتر كوليجن احنا قلنا ان البلوك دوت هيتحرك ناحيه الشمال ويخبط السبرينج كمان، يخبط البليت كمان. وهو قايل هنا ان سو ذات ذا بليت is not displaced more than 0.2 feet، يعني البليت ده هيتحرك كمان 0.2 feet after the block collides into it. فيا جماعة طبيعي جدا، طبيعي جدا لما البلوك يكون جاي كده ناحية الشمال، جاي ناحية الشمال، جاي ناحية الشمال، هيعمل ايه في البليت دي؟ هيدخلها شمال كمان شوية. طب البليتة دي كانت واقفة هنا في الأول قبل الاصطدام، بعدين بقت واقفة هنا. طب هي هتتحرك المسافة دي مسافه كام؟ هو قال لي اهو، هو قال لي ان هو هيحصل له displaced بمسافه 0.2 feet. يبقى البلوك ده هو كان جاي ناحيه الشمال كده لحد لما خبط البليته هنا، هيخبطها ويمشيها كده حته قد دي. مسافه كام؟ اقول لك ان المسافه دي كده 0.2 feet. جميل. طب كده يجي السؤال بقى التقليدي جدا، هو كده عمل ايه في السبرينج؟ يعني هو كده بالحركه دي عمل ايه في السبرينج؟ ضغطها اكتر ولا فردها؟
اكيد لما البليه دي تتحرك ناحيه الشمال يبقى هو ضغطها اكتر، يبقى كده السبرينج بقت مور كومبريست، اتضغطت اكتر. لما تضغط اكتر مسافه 1.2 بقى طولها دلوقتي كان بقى في الوضع الثاني دوت، يعني هي لما تضغط مسافه 1.2 يتبقى كان بقى هنا، يعني ده كله كان 1.5، انت ضغطت هنا حته 0.2 يتبقى كام هنا يا جماعه؟ بقى 1.3. يبقى كده باختصار السبرينج قبل ما تتخبط كانت معمول لها كومبريست وكان طولها 1.5. طب افتر كوليجن بعد لما اتخبطت بقت برضو مور كومبريست، بقت برضو مور وبقى طولها كام؟ 1.3. كده المساله كشرح خلصت، كحل سطر كمان ونخلص. انا يهمني ان انت فهمت اللي بيحصل ده. في حد عنده مشكله في اللي بيحصل ده؟ يعني في حد عنده مشكله في اللي بيحصل ده؟ ماشي، تعال نشوف الورك دون. اقول الورك دون ايكوال تي 2 ماينس تي 1. هختار انهي تو بوزيشنز؟ تعال نشوف مع بعض كده. هختار ده كده يكون بوزيشن 1 اللي هو يعني لسه ما خبطش او بعيد، يعني بوزيشن 1 ده كده بوزيشن 1 تمام، اللي هو لسه ماشي بسرعه في اي اللي هي السرعه بكام؟ هو قال لي السرعه كانت ب9، فهقول هنا كده السرعه كان ليها في بتساوي 9. جميل، ده بوزيشن 1. هختار بعد كده بوزيشن 2 اللي هو هنا بعد لما خبط البليته بوزيشن 2، واحنا قلنا ان هو بعد ما خبط البليته هيوصل سرعته بزيرو، فالفي بكام؟ بزيرو. يبقى ده كده تو بوزيشنز اللي انا هشتغل عليهم، بوزيشن 1 وبوزيشن 2. 2 هنا بكام الفي؟ الفي بتاعتها بزيرو، فهقول ان الورك ايكوال زيرو ماينس. طب بكام تي 1 هنا؟ 0.5. بكام الماس؟ هو قال لي ان هو البلوك ده ليه ويت كام؟ 4 باوند، اقسم 4 على 32.2 واضربها في 9 في 9، ده كده تي 1. ماشي، نبدا نشوف الورك بقى. ايه الورك دون؟ تعال نشوف. عشان نعرف الورك دون لازم اعرف ايه الفورسز اللي بتاثر على البلوك بتاعي. اول حاجه طبيعي الاقي ان في ام جي تحت، طبيعي الاقي في ام جي كده اهوت، والاقي في ام جي عند بوزيشن، طبيعي ان في ام جي. طب هل الام جي ده يعمل ورك؟ اقول لك لا، الام جي ده ماله؟ الام جي دوت عمودي على اتجاه الحركه ما يعملش ورك. جميل، طب هو قال لي ان هنا كده مثلا، هنا كده مثلا ممكن يكون في فريكشن. هو جه قال لي هنا طبعا لو في فريكشن، لو في فريكشن هيبقى اتجاه عكس اتجاه الحركه، يعني لو في فريكشن فورس هيبقى اتجاه يمين. احنا يا جماعه عارفين اتجاه الحركه ازاي؟ اتجاه الحركه ناحيه الشمال، ده كده هو اتجاه الحركه. فلو والله كان في فريكشن كان يبقى في فريكشن فورس ناحيه اليمين، بس هنا قال لي ايه؟ هنا قال لي نيجكت الفريكشن، فكمان مفيش فريكشن. طب يتبقى مين تاني يعمل ورك؟ يتبقى يعمل ورك هو السبرينج. ماشي، احنا حافظين قانون السبرينج هو 0.5 في كي بتاعت السبرينج اللي هي كام؟ اللي هي 50. ونفتح بقى براكت كبير كده، براكت الكبير دوت انا حافظه ان هو دلتا ال 1 سكوير، انا حافظه كده. انت عايز تكتبه بماينس قبليها، يعني دلتا ال 1 سكوير ماينس دلتا ال 2 سكوير، انا حافظها كده. انت عايز تحط هنا اشاره ماينس وتعكس مش فارق اي حاجه. طب بكام دلتا ال 1 سكوير؟ دلتا ال 1 سكوير هي ال ناقص ال نوت، او ال نوت ناقص ال، مش فارق مين ماينس مين. ليه مش فارق؟ ما انت كده في الاخر بتعمل فوق ايه؟ بتعمل فوق سكوير، فانا هقول ال ناقص ال نوت. طب بكام ال؟ ب 1.5 ماينس ال نوت. ماشي، دي دلتا ال 1. طب دلتا ال 2 ال ناقص ال نوت. طب بكام ال؟ ب 1.3 ماينس ال نوت. المعادله دي كلها فيها كم مجهول؟ واحد بس، اللي هو مين؟ اللي هو ال نوت. من هنا طلع بكام ال نوت؟ مسألة خلصت. ما قلت لك هي مسألة سطر واحد، يعني هي مسألة تتحل يا جماعة في سطر واحد بس عايزة فهم كتير. مسألة تتحل في سطر واحد بس عايزة فهم كتير.
في حد عنده اي استفسار؟ معلش يا باشمهندس قول. واحنا ليه سوينا بين الـ بين الانرجي بتاعت السبرينج وبتاعت ال ممكن لا سوينا بين الانرجي بتاعت السبرينج وايه التوتال ورك دون. هو ماشي. هو مين اللي بيعمل الورك هنا؟ ما عشان احسب مين بيعمل ورك عند الورك هو بتاعه السبرينج بس. الفورس غير بتعمل ورك هي قوه السبرينج اللي بتعمل ورك. الام جي ما بيعملش ورك وما فيش اصلا فريكشن. فانا بسوي الورك ايكوال تي 2 ماينس تي 1 على طول. بسوي الورك هو تي 2 ماينس تي 1 على طول. ده بالنسبه لك في اي مشكله؟ احنا سويناها بس عشان السبرينج هو اللي كان بيعمل الورك بس. ما هو قال لك هنا. بص هنا قال لك نيجلكت الفريكشن. انا هاخد سؤالك ده واخد منه حاجه مهمه جدا. ايه هو يا جماعه؟ بصوا كده هنا كده السرعه بكام؟ ب 9 صح؟ طب لما يقرب كده السرعه بكام؟ برضه ب 9. طب لما يقرب كده السرعه بكام؟ برضه ب 9. طب ليه هنا السرعه ب 9 لحد لما خبط هنا؟ عشان هنا ده كده مفيش اصلا فريكشن. فالسرعه مالها؟ السرعه ثابته. يعني بص انا اقول لك على حاجه طبيعي. لو انت عايز فعلا ترسم الرسمه الصح انا هنا بقول الورك دون بتاع تو بوزيشنز. هم مين اصلا عشان تبقى اكيوريت بقى؟ هم بوزيشن 1 اللي هو اللحظه دي اللي هو يدوب لمس البليت، وبوزيشن 2 بعد لما خبط البليت. فانا اوريدي شغال على الموضوعين دول بس. يعني الكلام الصح بقى للاخر عشان خاطر بس ما اخشش، انا ما اقدرش اقول كده في الاول عشان ما اخشش معاكم في تفاصيل كتير. الورك ده هو تي 2 ماينس تي 1 هو في اللحظه دي بس، في اللحظه اللي خبط فيها اللي هيخبط فيها البليته دي بوزيشن 1، وفي ولحد لما وقف البليته هنا ده بوزيشن 2. فانا شغال بين التو بوزيشنز دول. طب هو اصلا قبل ما يخبط البليته على طول كانت سرعته بكام؟ برده ب 9. ليه ب 9؟ ما انا ماشي هنا ده كله من غير اي فريكشن. يعني انا ماشي ده كله هنا من غير اي فريكشن. فالسرعه هنا زي هنا زي هنا زي اللحظه جاست بفور ما يخبط. فانا بس عشان انت تبقى فاهم ان الورك ده بين تي 2 ماينس تي 1 ده ورك بتاع مين؟ بتاع السبرينج. طب السبرينج امتى تعمل ورك؟ تعمل ورك في الحته الصغيره دي، فيكون بوزيشن 1 جاست بفور كوليجن، ويكون بوزيشن 2 بعد لما وقف البليت. فانا طبيعي شغال في الحته الصغيره دي بس، دي الحته اللي فيها بيعمل فعلا الورك بتاع السبرينج. طب الحته ديت بكام السرعات؟ جاست بيفور كوليجن كانت السرعه ب 9، جاست افتر كوليجن مش جاست افتر، بعد لما خبط ومشي مسافه 0.2 بقت السرعه كام؟ بقت السرعه 0. فالمساله دي الى حد ما اسهل شويه. المساله دي تبقى اصعب من كده امتى؟ انا برضه ايه بحب برضه يعني اوريكم الخامه في كل مساله. المساله دي تبقى اصعب من كده لو حطيت لك هنا فريكشن فورس. طب انا هسال سؤال يا جماعه، لو انا يا جماعه حطيت لكم هنا فريكشن فورس حد يعرف يقول لي الخامه ما بقت فين؟ يعني انا قلت لك لا ده في ميو كي ب 0.2. انا هاجي اقول لك كده هنا هرخم عليك شويه وتعالى نسال بعض سؤال. ده في ميو كي ب 0.2، حد يعرف يقول لي الخامه بقت فين؟ اول حاجه واحد هيقول لي طبعا ان في فريكشن فورس. تمام ماشي. طب الفريكشن فورس بقى رخمت عليها ازاي؟ حد يقول لي لو في فريكشن فورس هترخم عليا فين بالظبط؟ اول حاجه هيكون في ورك بتاع فريكشن فورس صح؟ دي اول حاجه. ما هيكون في ورك بتاع فريكشن فورس. الورك بتاع فريكشن فورس هتجيبه ازاي؟ هو اف فريكشن في الان سوري اف فريكشن في المسافه اللي مشيها. مش المسافه قد ايه؟ 5 فيت بلس كام؟ بلس 0.2. يبقى الورك دان باي فريكشن هو ماينس الفريكشن في 5.2. خد بالك 5.2 دي 0.2 مش 5 بس، هو يمشي هنا 5 وهنا كام؟ 0.2. يبقى الورك دان باي فريكشن ماينس الفريكشن في 5.2. طب بكام الفريكشن فورس؟ ب 0.2 في النورمال فورس. طبعا في النورمال فورس هنا بس انا ما كتبتهاش عشان خاطر ايه؟ السرعه بس. يبقى هنا في فريكشن فورس ب 0.2 في النورمال فورس. دي اول حاجه انا متاكد الناس كلها هتعرفها، ان انت هتضيف ورك كمان بتاع مين؟
بتاع الفريكشن، بس احنا عارفين لوكال فريكشن ماله بالماينس. دي اول حاجه هتقابلنا في الرخامه. الحاجه الثانيه اللي انا ممكن اقول لكم ممكن مسوكم ما يوصل لهاش، ان بوزيشن اللي هنا اللي انا هشتغل عليه بقى، طبعا ده ايه سيبك من ده خالص، هنا السرعه كانت بكام، هنا السرعه كانت بتسعة، انت عايز هنا السرعه بكام جاست بيفور الكوليجن هنا عشان اروح اطبق تي 2 ماينس تي 1 تمام، واعرف بكام السرعه هنا جاست بيفور الكوليجن. طبعا مش 9 بقى، 9 دي لا مش معانا، 9 دي في اول الحركه، بس لو في فريكشن فال9 مالها هتقعد تقل، 9 8 7 6 السرعه بتقل ليه؟ عشان في فريكشن. فاللحظه اللي هنا اللي جاست بيفور كوليجن هيكون في سبيد لا تساوي 9 بكام انا ما اعرفهاش، فهيكون مطلوب منك تعرف بكام السرعه هنا اللي هي جاست بيفور الكوليجن اللي انت هتعوض عنها في القانون ده. دي الرخامه الثانيه اللي انا عارف ان دي مش ممكن او ممكن نسكم ما يلحقش باله بينها. كده يا جماعه المساله كلها تقريبا قلت لكم ازاي ممكن نرخم عليك فيها. يبقى لو في فريكشن في ورك بتاع الفريكشن، ورك بتاع الفريكشن هيتضرب في مسافه 5.2 مش 5، دي اول حاجه هيكون بالماينس طبعا دي معروفه. الحاجه الثانيه مبدا الورك ده اللي انت بتطبقه، انت بتطبقه فين؟ في اللحظه اللي هي جاست بيفور كوليجن، وفي اللحظه اللي هو حرك البيتا 0.2. انا شغال في اللحظتين دول اللي هي في اللحظتين اللي هما بيحركوا السبرينج هنا. كده هيكون مطلوب منك تعرف السرعه بكام، السرعه بكام هنا هروح اقول لك بقى، روح شوف دي سرعه بكام، دي ب 9، روح طبق سيجما فورس ايكوال الماس في الاكسلريشن وشوف بكام الاكسيريشن اللي بيمشي بيها هنا. بس طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى ديسيريشن، هتبقى ان الاي مثلا ايكوال ماينس 0.5، يبقى السرعه هتقل بريت ماينس 0.5. روح بعد كده قول ان في فاينل سكوير، وطبعا دي مالها؟ دي ديسيريشن ثابته، دي ديسيريشن ثابته، فاقول لك في فاينل سكوير هنا ايكوال في نود سكوير اللي هي ب 9 بلس 2a، والa جيبها من سيجما فورس ايكوال ماس في اكسلريشن في الدلتا اس دي اللي هي كام؟ اللي هي 5. إيه انا بتكلم بقالي كتير، الناس معايا ولا الناس تاهت ولا ايه الدنيا؟ تمام يا شباب. انا صعبت معاكم المساله بس ايه لاخر حاجه في الرخامه. الناس كلها فاهمه اللي قلته؟ في حد مش فاهم؟ طيب في حد وقع مننا اسئله فيها فهم كتير؟ باشمهندس هو انا ممكن اجيب عند بوزيشن 1، ممكن اجيب من البدايه بوزيشن 1 ورك اند انرجي برضه تحت تاثير الوزن، تحت تاثير بس الفريكشن. حل ممتاز جدا، حلو جدا طبعا صح. انا ممكن اجيب السرعه هنا اشتغل الورك، شابتر الورك فروم البوزيشن ده للبوزيشن ده، اشتغل من هنا لهنا بس، اقول ورك ايكوال تي 2 ماينس تي 1 فعلا، واقدر اجيب السرعه هنا بكام، ولان ان الورك داون بس هيكون باي مين؟ باي الفريكشن فورس. ممتاز جدا، ده حل اسهل من اللي انا قلته، حل حلو جدا طبعا. انا يعجبني الحلول الحلوه دي الاسرع، يعني انا عجبني الحل الاسرع. انا قلت فعلا في الاول يا جماعه لو عايز فيلوستي فاسرع طريق هو الورك. ليه بقى ندخل شاتر 13 ونحسب سيجما فورس ايكوال ماس في اكسلريشن؟ انا يعني انا احب الحل الدايركت الاسرع فعلا، فحلك ممتاز طبعا، اسرع بكتير من الحل اللي انا قلته. في يا جماعه حد قاعد مش فاهم المساله؟ ماشي تعالوا نشوف المساله دي. المساله دي فيها فكر برضو، تعالى كده نشوف. بس يعني هي نفس المساله، يعني في كوره بتخبط سبرينج، فهي نفس المساله بس ايه، تعالى نشوف طيب ايه اللي ممكن يلعب فيه. المساله جت فاينل قبل كده، بس فاينل كان قديم قوي يعني من ايام 2010 2011. تعالى نشوف، سيبك من كلمه مكتوب ده كانوا على الجنب، سيبك منه. بيقول لي 0.5 باوند بول از شوت فروم سبرينج ديفايس، يعني في سبرينج هنا هتخبط كره لفوق. Determine the smallest stiffness k.
which is required to shoot the ball a maximum distance of 13 inch up the smooth blade. After the spring is pushed back by 3 inch. يعني انت لما السبرينج هتضغط بوش باك يعني السبرينج تضغط لورا. يعني لما السبرينج تضغط لورا مسافة 3 انش ماشي إيه الكرة هتطلع لفوق ماكسيمم ديستانس 30 انش فهو عايز بكامل كي ماشي إيه بعد كده بيقول لي اند ذا بول از ريليزد فروم ريست يعني الحركه بدات فروم ريست ماشي بعد كده بيقول لك في فور كوردز في اربع حبال عند السي احنا عرفنا بقى خلاص عشان انت توقف السبرينج كده لوحدها لازم يكون في حبل هو ماسكها وقال لي ان الفور كوردز دولت سي وبي نعمل زوم كده قال لي ان الفور كوردز اللي هم السي دولت طبعا keep the spring compressed to 2 inch when no loads is on the blade. إيه هاخد اول اخر صدى وابدا بيه زي ما قلنا يا جماعه قبل كده في الاول هنا زي ما اتفقنا كده يا جماعه في الاول هنا ان الوضع دوت عشان يكون واقف مكانه اتفقنا على ايه اتفقنا ان السبرينج مالها في الوضع دوت لازم تكون compressed. هنا قالها لي صراحه فعلا ان الفور كوردز والبليد بي keep the spring compressed زي ده احنا ايه هو قالها هنا صراحه يعني من غير ما يكون في اي لود يعني هو بيقول لك من غير ما يكون في اي كوره عشان تحافظ ان السبرينج توقف في الوضع ده كده لوحدها فلازم تكون فعلا كومبريست زي اللي احنا قلناها قبل كده ماشي طب هي هتكون كومبريست مسافه قد ايه مسافه 2 انش قالها صراحه فكلام طبعا جميل جدا يبقى يا جماعه كده واحده واحده معانا واحده واحده لو ما فيش كوره نمسكها واحدة واحدة لو ما فيش كرة يبقى السبرينج مالها compressed by 2 inch نكتب الكلام ده نكتب كده لو كان no load وهكتب لك كده يعني no load يعني ما فيش كرة no ball ما فيش أي كرة معانا ماشي السبرينج مالها عشان توقف لوحدها بالكيبرز هتكون compressed السبرينج هتكون compressed وده قلناه قبل كده مسافة قد ايه؟ قال لي 2 انش. لو حد مش فاهم يوقفني. ماشي. طب لو حصل ان في لود على السبرينج، اللود ده هيجي منين؟ هيجي من الكورة. لو حصل حطينا بقى إيه هيكون في يا جماعه لود على السبرينج طب تعال نشوف اللود ده بيعمل ايه تعال بص كده إيه هو بيقول لك هنا في السطر الثاني يا جماعه الناس معايا ولا ايه لو حطينا اللود ماشي لو حطينا اللود اللي هو الكره على السبرينج تعال نشوف الكلام ده قاله في السطر الثاني Determines the smallest stiffness K, which is required to shoot the ball a maximum distance 13 inch up the smooth plane after the spring is pushed back 3 inch. يعني لما نحط كورة على نحط كورة اللي هي اللود على السبرينج السبرينج مالها؟ قال لي كده إن السبرينج كمان هيحصل لها بوش هتدفع السبرينج لها بوش باك باي 3 inch. طب انا هسالك سؤال لما تكون السبرينج من غير اي كوره مضغوطه ب 2 انش ولما انت تحط عليها كمان الكوره الزياده فالكوره لما تحطها عليها كمان زياده ترجع لورا مسافه 3 انش يبقى كده انت بتزود الضغط بتاع السبرينج ولا لا؟ اقول لك اه يبقى انت كده السبرينج بتاعتك بقت مور كومبريست مضغوطه اكتر ما انت حطيت عليها كوره فالكوره ضغطتها لتحت اكتر طب هتبقى مور كومبريست يا شباب بمسافة قد ايه بقى حد يعرف هتبقى مضغوطة بمسافة قد ايه ساعتها هي اصلا مضغوطة ب 2 انش ولما انت حطيت الكورة
على السبرينج رجعتها كمان 3 انش، يبقى دلوقتي السبرينج بقت مضغوطه بقد ايه؟ نيجاتيف 5. لا باش نيجاتيف دلوقتي، قول بلوك مضغوطه بقد ايه يا جماعه؟ ب 5 انش. كلام صح 100%. هي يا جماعه لوحدها لوحدها من غير كوره 2 انش، ركز عشان دي 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 فكره المساله. هي لوحدها من غير كوره 2 انش، ودي احنا شرحناها قبل كده. لما اجي احط الكوره كمان، الكوره طبعا ليها وزن، فالكوره هتعمل ايه؟ هتنزل السبرينج كمان 3 انش، هتعمل لها بوش باك ب 3 انش، يعني هتضغطها اكتر ب 3 انش. طب هي اصلا كانت مضغوطه بكام؟ ب 2. فانت لما تضغطها كمان 3 يبقى ايه توتال بقى؟ توتال كومبريسد باي كام؟ 5 انش. اجمع الاثنين مع الثلاثة يبقى ايه كده توتال كومبريسد باي 5 انش. الناس فاهمة ولا انا بكلم نفسي ولا ايه؟ يا جماعة مفهومة الحتة دي ولا ايه؟ خلاص لا يا باشمهندس. طب في حد مش فاهم؟ طيب خد بالك من الارقام دي هي اللي بتخلي مسألة بخل يعني تبوظ معاك، الحاجات الصغيرة دي هي اللي فيها التريكات كلها. ها يا جماعة في مشكلة كده؟ يعني نيجاتيف غلط يا باشمهندس؟ لا يعني بص النيجاتيف دي يعني ايه اصلا نيجاتيف؟ انا لسه ما قلتش اي قانون، يعني انا دلوقتي لسه ما بكلمش، انا بفكر معاك، يعني انا دلوقتي بفكر معاك ايه اللي بيحصل. انا لسه ما عوضتش في اي قانون عشان تقول لي نعوض بنيجاتيف ولا نعوض ببوست. انا ما بعوضش في قوانين دلوقتي، انا بفكر معاك المساله ماشيه ازاي، فاهمني؟ فانا لسه ما عوضتش بقوانين، احنا بنفكر هي مضغوطه بمسافه قد ايه. تفكير مش قوانين بنكتبها دلوقتي، ماشي؟ تمام. يا جماعه في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ماشي. إيه انا عايز اعمل حركه كده بس ممكن تاخد مننا وقت، مش عارف هي موجوده هنا ولا لا. لا بلاش السلايد دي، السلايد دي هتعطلنا. إيه هنرسم كده بسرعه يا جماعه، بس عايز ارسم الحاجات ديت عشان خاطر بس الناس تبقى ايه مركزه معايا. احنا ممكن بسرعة كده نعمل خط. ماشي. انا بس عايز ارسم الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دلوقتي عشان خاطر الناس تبقى مركزة معايا. ماشي يا جماعة، تعالوا كده نقارن بين الحاجات دي. انا هعمل ايه؟ انا هاجي في الاول هنا هحط لك السبرينج لوحدها، ادي وتكون السبرينج لوحدها. السبرينج هنا كده لوحدها، السبرينج يا جماعة هنا كده لوحدها من غير اي كورة، من غير اي كورة هكتب جنبها كده ان هي كومبريست، عشان بس الرسومات ايه تفهمكم اكتر. كومبريست باي 2 انش لوحدها. طب ازاي كومبريست باي 2 انش؟ احنا قلنا في حبال هي اللي ماسكاها. ماشي. طب نفس السبرينج ديت لما حطينا عليها كمان كوره، لما جيت احط عليها كمان كوره كمان، هو قال لي ان الكوره دي مالها؟ هتحرك السبرينج لتحت 3 انش، فانا هصغرها شويه كده واقول لك ان السبرينج، بص ان الكوره ضغطت السبرينج كمان مسافه 3 لتحت، فكده السبرينج بقى مالها؟ كده السبرينج بقى معمول لها كومبريسد باي 5 انش. ماشي يا جماعه كده؟ جميل. كده بقى الكوره ضغطت السبرينج. ماشي. هو قال لي ان اللحظه ديت ان لما كنت تضغط السبرينج وتحركها لتحت مسافه 3 فالسبرينج هتبقى مضغوطه ب 5 انش. هو قال لي كده ان كده البول لسه اتريست. ماشي. يبقى هنا كده السرعه بكام؟ هنا كده السرعه بزيرو، سرعه الكوره هنا بزيرو. نكتب كده ان هنا السرعه بتاعتنا بقت زيرو. ماشي. جميل كده. نيجي بقى للبوزيشن نمبر 3. تعالى بوزيشن نمبر 3. بوزيشن نمبر 3 تعالى نشوف كده. بيقول لي determine the smallest stiffness scale
عايز يحدد الستيفنس كي which is required to shoot the ball a maximum distance of 30 inch up the smooth plane. البلين ده ماله؟ البلين دوت سموث يعني ما فيش كوركشن. After the spring is pushed back 3 inch. After the spring is pushed back 3 inch. طب اول حاجه بس واحد واحده معاها بعد كده، يعني ايه يا جماعه ماكسيمم ديستانس 30 انش؟ ماكسيمم ديستانس 30 انش ماكسيمم ديستانس معناها ان الكوره هتمشي مسافه كبيره كده، اقصى ارتفاع، اقصى ارتفاع توصل له الكوره هنا. طب اقصى ارتفاع توصل له الكوره، انا هكتب معاك كده ان هي هتمشي ماكسيمم ديستانس. طب ايه الحاجة الوحيدة اللي تعبر لي فعلا ان الديستانس اللي هي مشيتها ماكسيمم ديستانس؟ طبعا محدش فاهم السؤال، هقول السؤال بطريقة تانية. ده كده ماكسيمم ديستانس، يعني ايه كلمة ماكسيمم ديستانس؟ معناها ان الكورة هتقعد تمشي لفوق تمشي لفوق تمشي لفوق تمشي لفوق، السرعة عمالة بتزيد، السرعة طول عمالة بتقل، السرعة عمالة بتقل لحد لما توصل لنقطة أقصى ارتفاع. طب النقطة اللي هي أقصى ارتفاع دي أو ماكسيمم ديستانس، إيه الحاجة اللي ممكن تعرفني عليها؟ مظبوط، إن الـ V ساعتها تبقى بتساوي زيرو. ما هو بكل بساطة كده يا جماعة، يعني بكل بساطة بكل صراحة، لو الـ V دي مش بزيرو هيطلع لفوق أكتر، لو لسه في فيلوستي هيطلع لفوق أكتر. هيقعد يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع فوق لحد ما يوصل للحظه الفي فعلا بتساوي زيرو، اقدر اقول لك ساعتها فعلا اتحرك ماكسيمم ديستانس عشان فعلا السرعه توصل لزيرو. جميل قوي كده. يبقى كلمه ماكسيمم ديستانس معناها ان سرعته النهائيه هتوصل لكام؟ هتوصل لزيرو، فده اقصى ارتفاع يقدر يوصل. ماشي. طب هو هنا في الارقام قال لي بكام الماكسيمم ديستانس ديت؟ قال لي ان الماكسيمم ديستانس ديت ب 30 انش. ماشي، هقول ان الماكسيمم ديستانس دي اللي هيمشيها ايكوال 30 انش. حلو جدا. ماشي، يبقى احنا كده عندنا يا جماعه ثلاث بوزيشنز. اول حاجه مفيش كوره، مفيش كوره، كانت السبرينج مضغوطه باتنين. تاني حاجه الكوره نزلت فوق السبرينج فزقتها لتحت مسافة 3. أنا هكتب حتة صغيرة بس هحتاجها كمان شوية، هكتب الحتة دي إن هي اتحركت لتحت. ماشي، اتحركت كده جزء لتحت اهوت مسافة 3، نحتاجها كمان شوية. ماشي، اهوت 3 هيت، حركتها مسافة 3، حركتها مسافة 3 لتحت. طب السبرينج كانت اصلا مضغوطة بكام؟ باتنين، فلما حركها لتحت كمان مسافة 3 يبقى مضغوطة بكام؟ مضغوطة بخمسة. وانا ساعتها قال لي ان البول مالها هتكون اترست. بعد كده ايه اللي يحصل؟ هيتولد فورس سبرينج، فورس قوية جدا، هيتولد فورس جوه السبرينج، فورس قوية جدا. الفورس دي اتجاهها ازاي؟ اتجاهها لفوق. الفورس دي انا برضه بشرح ده كله لسه محلتش اي حاجه بفهمك ايه اللي بيحصل. هيتولد اف سبرينج قويه جدا هتخبط الكوره لفوق. جميل. طب لما الكوره تتخبط لفوق الاف سبرينج دي اصلا وظيفتها ايه؟ ترجع السبرينج لطولها الطبيعي، فلان السبرينج اتفردت تاني عشان ترجع لطولها الطبيعي، فالسبرينج ساعتها هترجع لطولها الطبيعي وهتطلع الكوره مسافه كام؟ ماكسيمم ديستانس 30 لفوق. لحد كده في حد عنده اي مشكله؟ انا بفهمك ايه اللي بيحصل، ما حلتش ولا كده قانون ولا اي حاجه. في حد عنده مشكله في اللي بيحصل ده؟ ها شباب، في حد عنده مشكله في الثلاث اوضاع دولت مش فاهمهم؟ تمام يا باشمهندس. طب لو حبيت اكتب تعريف للسبرينج في اخر موضع ده، هنا السبرينج ما عملها كومبريزد ولا ستريتشد ولا في النورمال لينس بتاعها؟ خلاص بقى هنا كده السبرينج بقت ايه يا جماعه؟ في طولها الطبيعي. خلاص السبرينج كده بقت في طولها الطبيعي خلاص، وخبطت الكره ايه؟ لفوق. يبقى السبرينج هنا كومبريزد باي 2، السبرينج هنا كومبريزد باي 5، السبرينج هنا ات نورمال لينس. هنا مفيش لود،
هنا حطيت الكرة فحركت السبرينج 3 انش لتحت. جميل. هنا اتحرك لفوق مسافة 30 انش. اتحرك لفوق مسافة 30 انش. ماشي. احنا عشان خاطر نبدأ نشتغل انا هبدأ اشتغل من انهي وضعين؟ من اخر وضعين. من الوضع ده هسميه position 1 اهوت. وهسمي دوت position 2. جميل جدا. ادي position 1 وادي position 2. ماشي. احنا في position 1 و 2 هنبدا نطبق القانون ان الورك ايكوال تي 2 ماينس تي 1. ماشي. لو جيت شفت هنا كده بكام تي 2 هنا؟ بزيرو. ما بقول لك وصل للماكسيمم ديستنس يعني بروست بكام؟ بزيرو ماينس. طب بكام تي 1 هنا؟ هو قايل ان هو هيتحرك هنا فروم ريست. طب تعالى نشوف هو قالها فين كده. اهو اند ذا بول از ريليزد فروم ريست. اهو هيعمل افتر ذا سبرينج از بوشد باك 3 انش هيرجع السبرينج لورا 3 انش اند ذا بول از ريليزد فروم ريست. يبقى انا كلامي صح فعلا هنا كده ايه الفي بكام؟ بزيرو. يبقى برضو تي 1 هي كمان بزيرو. شايفين؟ زيرو ماينس زيرو. الورك يبقى work equal zero. ماشي. طب هو اصلا في كام فورس بتعمل work؟ تعال نشوف. اول حاجه في الورك بتاع السبرينج ده واضح وصريح. تاني حاجه في انهي work تاني؟ الكره دي يا جماعه اكيد ليها ام جي تحت. اهو الكره دي ليها ام جي تحت. الام جي دوت لما اعمله ريزوليوشن هيبقى فيه ام جي كده، هيبقى فيه ام جي كده وفي ام جي كده. جميل. طب هو اصلا الانجل دي كانت بكام؟ الانجل بين المستوى المايل والهوريزونتال دي بكام؟ قال لي ب 30. ماشي. يبقى ده ام جي كده يا جماعه، يبقى ده ام جي كوزاين 30. ماشي. نكتب هنا ده كده ام جي كوزاين 30. ام جي كوزاين 30. ماشي. والناحيه الثانيه ده كام؟ ام جي ساين 30. يبقى مين اللي يعمل ورك دلوقتي؟ اللي هيعمل الورك هو ام جي ساين 30. ام جي ساين 30. وبرده ما تنساش في نورمال فورس ان لفوق، بس طبعا دي احنا عارفين بقى ايه يعني ملهاش اي لازمه، بس نعملها. نورمال فورس تعمل معامله الرياكشن فورس. في نورمال فورس ان لفوق بس ما بتعملش حاجه. وهو قال لي كمان ده ماله؟ ده سموث بلين. اهو قال لي فين؟ قال لي هي هيتحرك 30 انش اب ذا سموث بلين. 30 انش سموث بلين يعني ما فيش فريكشن. ماشي. يبقى كده في اتنين يعملوا وورك. في الورك بتاع السبرينج، في الورك بتاع السبرينج، وفي الورك بتاع مين تاني؟ وفي الورك بتاع الام جي. هنشوف كل واحد نحسبه ازاي. مجموعهم بيساوي زيرو. ماشي. الورك بتاع السبرينج ده بيساوي ايه؟ 0.5 في الكي اللي هو اصلا عايزها. نفتح براكت دلتا ال1 سكوير ماينس دلتا ال2 سكوير. دلتا ال1 سكوير ماينس دلتا ال2 سكوير. طب بكام دلتا ال1 سكوير هنا؟ بكام دلتا ال1 سكوير هنا يا جماعه؟ دلتا ال1 هنا اللي هو بوزيشن 1 ال ناقص ال نود. طب احنا هنا قلنا هو اصلا مضغوط بكام هنا؟ مضغوط بخمسه. خد بالك هنا ما ادكش اي اطوال هنا خالص. هنا ما ادكش هنا اي اطوال. المساله اللي فاتت كان قايل لك دوت طوله 1.5. لا هنا ما ادكش اي اطوال. هو قال صراحه في الوضع ده مضغوط بثلاثه، مضغوط سوري هنا باثنين وهنا زودت ثلاثه، فهنا في الوضع ده مضغوط بخمسه. يعني ايه مضغوط بخمسه؟ يعني ال ناقص ال نود بخمسه. المسافه مضغوط بيها هي خمسه فهكتبها هنا على طول ادي خمسه. طب وهنا؟ هنا خلاص هيرجع لطوله الطبيعي فهيبقى دلتا ال2 ديت بزيرو.
ماشي كده يا جماعه. يبقى 0.5K دلتا ال1 هو مسافه الضغط او طول الضغط او طول الفرد هو ال ناقص ال نود. هنا ما ادنيش اي اطوال، هنا ما ادنيش اي اطوال، هنا على طول قال لي مضغوط او احنا استنتجنا مضغوط بخمسه، يبقى اكتب هنا خمسه على طول اللي هو ال ناقص ال نود مضغوط بخمسه. طب بكام ال نود؟ ما اعرفش. طب بكام ال؟ ما اعرفش. ما هو اصلا هنا ما ادنيش اي اطوال، ولا اعرف ال بكام ولا اعرف ال نود بكام، لكن انا عارف ان هو مضغوط بخمسه يعني ال ناقص ال نود بخمسه، فهكتب هنا خمسه. وهنا هيتفلت رود طبيعي، فهنا كام بكام؟ هنا دلتا ال بزيرو. ده كده مين؟ الورك دون باي السبرينج. طب بالورك دون باي الام جي ده نشوف الام جي ديت الحركه اصلا اتجاهها ازاي؟ الحركه بتاعتي اتجاهها لفوق، اتجاه الحركه بتاعي لفوق، فده كده بيمثل لي اكنه فريكشن فورس، فده بيمثل لي اكنه فريكشن فورس عكس اتجاه الحركه، فاحط ماينس ام جي ساين 30 ماينس ام جي ساين 30 في المسافه اللي هيتحركها. المسافه اللي هيتحركها كام؟ هو قال لي هيتحرك ماكسيمم ديستانس، هيتحرك ماكسيمم ديستانس 30، يبقى هيتضرب في كام يا جماعه؟ هيتضرب في مسافه 30. يبقى دلوقتي الورك دان باي الماس ده ام جي ساين 30 ديت اتجاهها عكس اتجاه الحركه، ودي هي اصلا الفورس المسببه ان هي بتقلل السرعه. دي الفورس المسببه يعني تعامل زي الفريكشن فورس عشان هي عكس اتجاه الحركه، اتجاه الحركه لفوق وده اتجاهه لتحت، فهي اكنها فريكشن فورس. فريكشن فورس بحط قبليها ورك بالنيجاتيف. طب بكام الورك؟ ام جي ساين 30 في المسافه اللي هيمشيها. طب بكام المسافه اللي هيمشيها؟ هو قال لي determine the smallest stiffness k which is required to shoot a ball maximum distance 30 inch. maximum distance 30 inch up the plane after the spring is pushed back 3 inch. فهو هيتحرك كام؟ مسافة 30 inch. هيتحرك مسافة 30 inch من بعد لما ضغطها 3 inch. انا برضو ايه؟ هعمل لك سهم كده وانت تبقى عارف. بصوا يا جماعة الحتة دي. هو بعد لما ضغطها، شايفين الخط ده كده؟ هو بعد لما ضغطها 3 انش هيتحرك بعديها لفوق 30 انش. اهو قال لي هيتحرك لفوق 30 انش بعد لما ضغطها. فهيتحرك لفوق 30 انش، يبقى المسافه اللي مشيها كام؟ 30 انش. يبقى ده كله التوتال ورك دان اللي هو بيساوي تي 2 ماينس تي 1 اللي هو اصلا بيساوي 0. المعادلات دي كلها لما تشوفها هتلاقي فيها مجهول واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو الكي بتاعه السبرينج تعرف تجيبها. برضو يا جماعه بصوا يعني هي برضو المسائل كلها يعني تتحل في سطر واحد، بس انت لازم تفكر في المساله. يعني المسائل تقيله انا عارف، ولازم تفكر في الابعاد وتحرك قد ايه وكومبريسد باي قد ايه والكلام ده كله. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يا شباب في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ خد بالك هو هنا بدأ حركته ريزد فروم ريست يعني تي 1 بزيرو، وقال لك اتحرك ماكسيمم ديستانس يعني السرعه في الاخر برضه بزيرو، فتي 2 هي كمان بزيرو. تي 1 بزيرو وتي 2 بزيرو، هتلاقي في الاخر ان الورك دان ايكوال تو زيرو. طب الورك دان اللي هو مين؟ مجموع حاجتين، ورك دان باي السبرينج والورك دان باي الويت، بس الويت هيكون بالنيجاتيف عشان خاطر الام جي ساين 30 لتحت والموشن مالها؟ والموشن لفوق. المسألة خدت نوع تطوير عشان خاطر نبدأ نشرح فيها. في حد عنده أي استفسار طيب؟ بصوا احنا يعني آخر مسألتين دولت انتوا شايفين كده إن هي بتتحل في سطر واحد، بس الفكر فيها كتير، يعني الفكر فيها كتير والرخامة فيها كتيرة، يعني فإيه؟ الناس تركز في الأرقام، الناس يا جماعة تركز في الأرقام. في حد عنده أي شغف في الكلام ده؟ في حتى في حته مش فاهمها؟ انا يهمني الفهم، الحل في سطر واحد بس يهمني الفهم، عشان انت مثلا لو غلطت مثلا بدل ما تكتب ان هو مضغوط هنا بخمسه تكتب ثلاثه، ما هو قال لك بوش باك باي ثلاثه كده مساله بقت كلها غلط. هو قال لك بوش باك باي ثلاثه، بس هو في الاصل كان مضغوط باثنين، يعني هو يا جماعه في الاصل كان مضغوط باثنين وانت عملت له بوش باك كمان بثلاثه، يبقى بقى خمسه مش ثلاثه،
يبقى في الاخر مضغوط بخمسة مش ثلاثة. يا جماعة يعني الناس ياريت التفاصيل دي تركز فيها. صعب الكلام ده؟ في حد عنده اي استفسار؟ طيب في حد عنده اي استفسار؟ طيب الناس وهي بتحل المسألة ديت في حتة كده بس هقولها، انا كده كده هحط لكم الحل في الاخر بس عشان بس الناس وهي بتحل ما تتفاجئش بحاجة. الجزء اللي انا خدته على الجنب في اول المسألة دوت، هنا بس هنعمل شوية تحويلات. طبعا التحويلات دي عمرها ما تيجي في الامتحان، يعني التحويلات دي عمرها ما تيجي في الامتحان. احنا قلنا قبل كده يا جماعة ان احنا في نظامين شغالين عليهم، يعني في نظامين شغالين عليهم. اول نظام ده لو انترناشنال اللي هو نيوتن وميتر وسكند. الثاني الامريكان اللي هو بدل النيوتن يبقى بالباوند، بالباوند، وبدل الميتر تبقى بالفيت. فده النظامين اللي احنا شغالين عليهم، يا اما شغالين نظام انترناشنال يا اما شغالين نظام امريكان. هنا كده يعني لعب معنا لعبه ان ادى الويت بالباوند بس المسافات ادها بالانش. عشان امشيها امريكان، عشان امشيها امريكان المساله لازم احول المسافات ديت من انش لفيت. عشان امشيها امريكان لازم احول الارقام ديت من انش لفيت. احول الارقام دي من انش لفيت، هتقسم ال 30 دي باي 12، يبقى 30 انش لو عايز تحولها لفيت يبقى 30 على 12. طب 3 انش عايز تحولها لفيت يبقى 3 على 12. فانت بس وانت في الحل اللي بكتبه لك هتلاقي فيه اسمه على 12، تبقى انت بس فاهمها ان انا بحول من انش لفيت، قسمت الرقم على 12. طبعا ده ما بيجيش في الامتحان، احنا في الامتحان ما بنطلبش منك تحول وحدات. احنا في الامتحان لا اما هنديك الوحدات كلها متر وسكند وكيلومتر وانت تحول من متر وكيلومتر، لا اما هنديك باوند وفيت. التحويله دي كده ما بتجيش في الامتحان، بس برضه قلت اقولها لك عشان خاطر لما تقرا الحل تعرف احنا ليه قسمنا على 12. في حد يا جماعه عنده اي سؤال؟ ها شباب في حد عنده اي سؤال؟ اخر مساله هقولها شافوي كده يعني ايه وانت تحلها. كره برميها يا جماعه بسرعه 10 وهتيجي عند البي وتطير على شكل بروجكتايل. يعني قلناها 5000 مره الفكره دي، يعني الفكره دي طحناها قبل كده 5000 مره، فالموضوع بالنسبه لكم هنا من البي للدي دي حركه بروجكتايل فخلاص يعني. وبتحرك كمان على هنا سموث بلين، هنا مفيش فريكشن بس في ام جي بس، يعني ايه كلام كله مطحون قبل كده. المساله ديت احنا قلنا يا جماعه السبرينج دي قلناها قبل كده، السبرينج دي حللناها قبل كده، والموضوع برضو ان هو مدي هنا السرعه released from rest، يعني هنا السرعه بزيرو، عايز يعرف السبيد بكام لما يوصل عند الايه. هنا مين اللي بيعمل ورك؟ حاجه واحده بس الويت، فهتقول سوري السبرينج هي بتعمل ورك بس. هو عايز هنا كده عندي مكانين هشتغل هنا كده between two positions، هنا كده بوزيشن 1 عند البي وفي تاني عند الاي. عند البي هنا وقال لك ريليز فروم ريست فالتي بي بزيرو عند الاي، فهتقول ورك دون فروم بي تو اي ايكوال تي اي ماينس تي بي. تي بي بزيرو وتي اي اللي انت عايزها، والورك دون دوت في كام ورك دون؟ في واحد بس بتاع السبرينج. طبعا الام جي ما يعملش ورك، النورمال فورس ما تعملش ورك، وان دي حتى سموث رود فما فيش فريكشن فما فيش ورك. الوحيد اللي بيعمل ورك هو مين؟ هو السبرينج برضه. دي برضه كلامها صح وحملناها واحده قبل كده، فايه ما فيش فيها مشكله. هقول بس هنا حته كده، ده سؤال برضه اتسالته قبل كده. بس يا جماعه لو عندي قطر كده، ده طبعا دي ملاهي، يعني دي ملاهي. لو عندي قطر كده ماشي وبيعدي هنا كده في سيركل وهيكمل وينزل عند البوينت سي، ايه الفكره هنا في المساله؟ بس عشان بس الناس تبقى فاهمه الفكره، المساله هنا ان هو عايز ان طبعا البوكس دوت، البوكس ده لو العربيه ديت لو جيت ارسمها في اكتر من مكان، يعني مثلا في المكان ده مثلا، او لو جت تلف اكتر وصلت للمكان ده بالشكل ده،
او طلعت فوق او جت تلف اكتر فوصلت المكان ده. ناخد بالنا من حاجه, ناخد بالنا ان هو دايما بيكون فيه نورمال فورس داخله للسنتر, نورمال فورس داخله للسنتر, نورمال فورس داخله للسنتر. دايما في مع الويت في نورمال فورس ان, يعني دايما في مع الويت, طبعا الويت دايما فيرتيكال داون لتحت, في نورمال فورس داخله للسنتر, داخله للسنتر, داخله للسنتر, داخله للسنتر. طبعا هتلاقي دايما في نورمال فورس بتوصل بين الكوره او العربيه والسنتر, ممكن تبقى داخله للسنتر او ناحيه ثانيه زي ما قلنا النورمال فورس. لا سوري, ده معامله النورمال فورس هنا يا شباب, هنا تعامل معامله رياكشن فورس. هكتب لك كده هنا كده فوق هنا كده, خد بالك ده سيرفيس, ده سيرفيس بيتحرك على سيرفيس, مش دايت, مش رود, مش تيوب. فالنورمال فورس هنا, نورمال فورس هنا يا شباب تعامل معاملة الرياكشن فورس. طبعا الناس اللي عارفة ان احنا نورمال فورس فيها نوعين, في الاكشن فورس وفيها سنتريبيتر فورس. ماشي, يعني ايه نورمال فورس اما معاملة الاكشن فورس؟ يعني هتبقى داخلة للسنتر, هتبقى داخلة هنا للسنتر, داخلة هنا للسنتر, عمودية على السيرفيس وداخلة للسنتر. هو بس عايز حاجة واحدة, هو عايز السرعة V critical اللي فوق هنا, هو عايز السرعة V critical. انا برضو هكتب لك اسهم كده, هيبقى في نورمال فورس كده يمين او شمال هنا في اللحظه دي, في نورمال فورس يمين في اللحظه اللي على اليمين, هيبقى في نورمال فورس شمال في اللحظه اللي تحت, هيبقى في نورمال فورس لفوق كده في اللحظه اللي فوق, هيكون في نورمال فورس لتحت. طبعا في كل لحظه في ام جي لتحت عادي, يعني هنا في ام جي لتحت عادي, هنا في ام جي لتحت عادي, هنا في ام جي لتحت عادي. هو بس بيسأل سؤال هنا, انا مش هحل المساله, انا اقول لك بس حته معانا فيها عشان الوقت. هو عايز بكام السرعه بي هنا, عايز السرعه بي هنا بكام السرعه الكريتيكال. خد بالك من حاجه برضو, ان السرعه الكريتيكال هنا قصده بيها ان هي السرعه اللازمه. طبعا الكلام ده انتوا خدتوه في اخر مساله قالها دكتور احمد عز, انا دخلت معاكم في المحاضره في اخر مساله قالها, اللي هي حركه في واحد في النص هنا ماسك حبل وفي كره ماشيه في سيركل, فقلنا ايه السرعه اللي لازم عشان خاطر تيجي هنا ويكون في سرعه وتنزل الكره لتحت. قلنا الفي بتبقى اكبر من او بتساوي روت 4 جي ال. فدي يا جماعه اسمها الفور الفيلوستي كريتيكال, ان انا عايز البارتكل ده يكمل لحد فوق وينزل لتحت كمان, يعني يكمل يمشي في السيركل دي, ما يجيش هنا كده ويقف فالناس تقع. فلازم يكون هنا كده في في كريتيكال تكون اكبر من في معينه عشان خاطر, لازم يكون هنا في سرعه في اكبر من في معينه عشان خاطر اضمن ان هو هيكمل لتحت والناس هنا ما تقعش. السرعه دي اللي هي في كريتيكال دي السرعه اللي انا بقول عندها, اكتبها لك فوق كده هنا, دي الفي كريتيكال اللي لازم سرعه العربيه تكون اكبر منها, هي السرعه اللي عندها النورمال فورس بتساوي زيرو. نورمال فورس بتساوي زيرو معناها ان العربيه ثابت او ما بقاش في كونتاكت تلامس بين العربيه وبين السطح فوق. فلما احط النورمال فورس بتساوي زيرو انا اقدر اجيب الفي كريتيكال. جبت الفي كريتيكال, اجي اقول لك كده فور سيفتي للامان, لازم سرعه العربيه تكون اكبر من الفي كريتيكال. يبقى يا جماعه الفي كريتيكال دي هي السرعه اللي لازم اتخطاها او اعديها للامان عشان خاطر ابدا اكمل لتحت في المسار الدائري ده. طب السرعه الفي كريتيكال دي بجيبها ازاي؟ بحط النورمال فورس بزيرو, بعتبر ان مفيش تلامس, مفيش كونتاكت بين العربيين, السيرفيس اللي عندي ما فيش كونتاكت, يعني النورمال فورس بزيرو, تبقى دي السرعه الكريتيكال اللي انت المفروض تزود عنها مش تقلل عنها. كده انا قلت كل الافكار تقريبا. هعمل بس ستوب ريكورد وهبدا اسمع اسئله الناس لو حد